السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مخصص لطلبة الثانوية العامة. على الرغم ان ما عنديش العلم الكافي بظروف الدراسة والامتحانات السنة دي، الا ان مقدر جدا حجم الضغط النفسي والتوتر والقلق اللي ممكن تبقوا موجودين فيه، خصوصا مع الظروف والاحداث اللي بتمر بيها البلاد. علشان كده حبيت ان انا اصور فيديو خاص لطلبة الثانوية العامة اشارك فيه تجربتي وبعض النصائح والخطوط العريضة اللي اتمنى ان محدش يتجاهلها ويعرف ان كل خطوة وكل نصيحة فيها كانت خطوة اساسية من نجاحي في الثانوية العامة بتقدير 99.2% بفضل الله عز وجل. اول حاجة عايز انصح بيها، اوعاك تطلب التوفيق من غير ربنا. انت بكل علمك بكل ذكائك بكل قوة ذاكرتك وبكل معرفتك المتراكمة ولا شيء صدقني من غير ربنا. اسأل ربنا دايما انه يصحبك بتوفيقه ووريله فعلا صدق شعورك ده. اول شيء بنسب ليه فضل في نجاحي في الثانوية العامة وحصول على تقدير عالي زي ده اللي هو 99% هو توفيق ربنا وتدبيره وتيسيره ليه. واكبر نموذج على توفيق ربنا وانه سبحان الله مهما بلغت من اجتهادي ومهما بلغت من ذكائي او من شطارتي فتوفيق ربنا هو الاساس، ان في سؤال في الثانويه العامه في اول امتحان واللي هو كان اللغه العربيه جاوبت سؤال بطريقه معينه لاول مره في السنه كلها اجاوبه بالطريقه دي، سبحان الله الطريقه نفسها كان عليها درجات زياده. يعني تخيل انا اجتهدت في السنه كلها وبذلت مجهود وكنت شاطر وبتعلم ازاي اجاوب الاسئله، لكن لاول مره اجاوب السؤال بالشكل ده، الشكل ده كان عليه درجات اضافيه. فلو كنت بعيد عن ربنا انت خسران كتير. ارجع له دلوقتي حالا، مش علشان الثانويه العامه بس، لكن علشان انت فعلا محتاج له. ومهما بلغت حتى من نجاح ومن ازدهار هتفضل عندك نقص وعندك احتياج لتوفيق ومعونه ربنا ليك. تاني حاجه وهي الدعاء. انا قد اكون بدات معاك بدايه بديهيه شويه، لكن دي رواسخ ما ينفعش ابدا وما يصحش اني انسب الفضل لنجاح وتوفيق في الثانويه العامه بدون ما اذكرها كعامل اساسي للنجاح ده. صدقوني الدعاء لما بيكون سلاح اساسي ليك في اي معركه بتكسب، ولما يكون مصاحب حسن الظن واليقين بالله ومكمله كمان سعيك واجتهادك فتاكد تماما ان عمره ما هيخيب. انا فاكر من كتر الدعاء كنت بمسك الموبايل ولما الاقي البطاريه مثلا بنسبه 99% شحن كنت اقعد ابص للبطاريه واقول يا رب ارزقني النتيجه دي. دايما خلي الدعاء سلاح قوي بين ايديك وما تتعيش وانت عندك شك، خلي عندك يقين وثقه بالله، علشان ثقتك دي ويقينك ده بالدعاء هيديك الطاقه الكافيه ان انت تبذل كل مجهودك وتكمله بالسعي والاجتهاد الكافي عشان ربنا يرزقك ان شاء الله التوفيق في النهايه. ثالث نصيحه ودي غلطه نفسيه مش عايز اي حد منكم يقع فيها، اوعاك تظن نفسك قليل او غير قادر على اجتياز اي هدف مهما كان ايه هو. الثانويه العامه ولا داخل كنت متوقع ان اللي بيدخل طب او هندسه او اي كليه من الكليات اللي عايزه مجموع عالي دي ناس فضائية ليها أكل وشرب غير أكلنا وشربنا، وناس ليها حياة مختلفة تماما عننا، وإنه أنا صعب مثلا إن أنا أوصل للناس دي مهما عملت. يمكن اعتقاد زي ده لو ما كانش موجود وقتها كان غير كتير في معدل سعي وبناء عليه النتيجة النهائية، لكن الحمد لله في النهاية. مش كده، مش عايز أي حد يقع في الفخ ده، أنت قادر إن أنت تعمل أي حاجة بس أنت استعين بالله وابذل كل ما في وسعك وكل طاقتك ومجهودك. ربنا إن شاء الله مش هيفضلك ومش هيضيع سعيك ده أبدا، وافتكر دايما المبدأ اللي إحنا متفقين عليه هنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كل المجهود اللي انت هتبذله ربنا هيكرمك ويجزيك خير عليه بإذن الله. رابع نصيحة، مالكش دعوة بالظروف والأحداث والأخبار والناس السلبية اللي حواليك. هتلاقي ناس كتير بتشتكي وبتلوم على الظروف والأحداث اللي حواليك. افصل نفسك ونفسيتك تماما عن الناس السلبية دي اللي مش هتصيبك إلا بعدوى الإحباط وبعدوى الشكوى والتذمر المستمر. وبظن لو أنت عندك هدف وعندك الحماس الكافي إن أنت تسعى للهدف ده هتلاقي نفسك مشغول تماما عن إزاي تحققه بجد من غير ما تلتفت أصلا للشكوى أو تلتفت للي حواليك. افتكر في السنه بتاعتي واللي هي كانت 2017 اول سنه يطبق فيها نظام جديد للامتحانات واسلوب خاص للاسئله زي نظام البوكلت ده، كانت الناس كلها بتتذمر وتشتكي، كله عمال يلوم على الاحداث وعمال يلوم على ظروف ونظام الامتحانات الجديد، لدرجه ان الموضوع وصل تقريبا لقضيه في مجلس الشعب. لكن الحمد لله كان كل تركيزي متصور بس عن ازاي ان انا اتاقلم مع الاسلوب الجديد للامتحانات ده وازاي ادرب نفسي بشكل صحيح ليه وازاي احل اكبر عدد ممكن من الاسئله والتدريبات بنفس النظام ده علشان بعدين ابقى متهيئ ليه وابقى قادر ان انا اجاوب نفس الاسلوب ده وابقى متاقلم بشكل كافي للنظام الجديد ده. وفعلا حضرت امتحانات كتير سواء تبع الوزاره او تبع المدارس سواء اونلاين او اوفلاين، وفي الحقيقه الموضوع اسعدني بشكل كبير جدا في ان انا اتلاشى اي اخطاء او اي عجز كان موجود عندي، واداني خبره بنظام الامتحانات وثقه ساعدوني داخل اللجنه النهائيه، والحمد لله النتيجه في النهايه. في نصيحة من تجربتي الشخصية خصوصا لو كنت لسه بادئ السنة واللي بعتبرها جزء اساسي في تركيزي ومعدل سعيي وسيناريو سنة ككل، وهو اني ما اديتش نفسي اي امل في ان انا اقسم السنة او ان انا اخد الثانوية العامة في سنتين او اكثر. الموضوع ده فرق معايا نفسيا جدا 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 واثر في معدل سعيي واثر في مدى اجتهادي. اللي عايز اقوله ان عقلك كل ما هتديله مجال للوقت كل ما هيتكاسل اكتر وهيضيع الوقت ده، مش هيبقى في صالحك بنسبة كبيرة.
وفي الحقيقه عقلك مش محتاج منك غير الهمه بس والاجتهاد، وهتلاقيه يجيب معاك لحد منهج الدكتوراه. انا فاكر في الثانويه العامه كانوا صفحتين بيطلعوا عيني اليوم كله، ويمكن ده لاني كنت متوقع ان منهج الثانويه العامه هو اكبر واعظم منهج في الكون. دلوقتي تعالى شوف احنا بنخلص كتب بال 200 صفحه في اسبوع بحد اقصى، وده لاننا مجبرين نعمل ده. فانت لازم تلزم نفسك وما تديلهاش الراحه، لان نفس المهمه اللي هتقوم بيها لو اديتها مجال اكبر ووقت اكتر هتلاقيها بتخلصها برضه في نفس الوقت ده. بدل ما كنت هتخلص صفحتين في 5 دقائق، لو اديتهم 10 هتلاقي نفسك برضه بتخلص صفحتين في 10 دقائق. فالزامك بالوقت هيخلي عندك شعور بالالحاحيه ويديلك الطاقه والحماس والتركيز الكافي اللي يطلع منك سعي واجتهاد يوصلك لهدفك باذن الله. ثالث نصيحة، ما تشتتش نفسك بالاخص الفترة دي بين مين اللي ياخد اكبر عدد ممكن من المدرسين او اكبر عدد ممكن من المصادر. ركز مع مصدر واحد ومع مدرس واحد، وفي نفس الوقت ما تعتمدش او تقيد نفسك بالمصدر ده او المدرس ده. طيب ازاي معنى كلامي ده؟ اقصد بكلامي ده انه بدل ما تشتت نفسك مثلا بين 3 مدرسين لكل ماده وتهدر وقتك بين الرايح والجاي والمواصلات والتجهيز، وكمان تشتت بين اسلوب واداء المدرس المختلف عن المدرس الاخر في نفس الماده، يكفيك ان انت تعتمد على مدرس واحد تشهد له بالكفاءه والاتقان، وده تقدر تتعرف عليه من الدفعات السابقه. وبعد كده اي حاجه تستعصى عليك اما تسال مدرسك ده، او ان انت لو الوقت مش سامح لك ان انت تساله، تقدر ان انت تعتمد على الكنز الكبير اللي في ايدينا دلوقتي وهو الانترنت سواء جوجل او يوتيوب. اتذكر في اول السنه في الثانويه في ماده الفيزياء تحديدا كنت بسال المدرس عن قوانين بسيطه جدا، وعلى قد ما كنت هيأس او احس بالفشل الا ان كان هدفي دايما بيحركني ويخليني مصر دايما ان انا اعالج اي مشكله اواجهها، وده كان بيخليني ارجع البيت وافتح الانترنت واشوف اي سؤال او اي درس انا مش فاهمه لو الوقت ما سمحليش ان انا اسال المدرس بتاعي. كنت بسمع مدرس والتاني والتالت وكل ده وانا قاعد في البيت من غير ما اضيع وقتي في مواصلات او غيره. والحمد لله مع نهايه السنه كنت بحل كل المسائل الموجوده في اي كتاب بفضل الله عز وجل، وتقريبا ما فيش كتاب في ماده الفيزياء في وقتها كان منشور في السوق الا وحليت له كل الاسئله بتاعته. الحمد لله في النهايه قفلت كمان الماده. فالموضوع مش بكثره المدرسين ولا بعدد الكتب اللي انت بتمتلكها، كل الموضوع بمدى اتقانك للمنهج ومدى تركيزك واتقانك واصرارك كمان على تحقيق هدفك باذن الله. والوقت اللي هتصرفه بين عدد المدرسين او عدد المصادر المختلفه اصرفه في اتقان نفس المنهج اللي قدامك. سابع نقطه، ودي نقطه مهمه جدا 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 وكان ليها فارق كبير جدا في نجاحي في الثانويه العامه بفضل الله عز وجل. اولا من الامور اللي كانت مخلياني عندي قلق او خوف من الثانويه العامه او شعور وتصور اللي ذكرته في اول الفيديو بان اللي بيدخل الكليات اللي محتاج مجموع عالي دي حد خارق، هو المناهج او الاجزاء اللي موجوده في المنهج اللي مطلوب منك انك تكون عندك سابق معرفه وسابق خبرات متراكمه عشان تقدر تجتازها، واللي غير محكومه بمنهج ثالثه ثانوي تحديدا. زي ايه اقصد بكلام؟ زي مثلا النحو، ده هيختبرك في كل حاجه في النحو انت ذاكرتها او درستها قبل كده في السنين السابقه، زي مثلا الترجمه في اللغه الانجليزيه او زي البلاغه او زي القطعه اللي بتيجي في اللغه الانجليزيه. كل دي اسئله كانت غير ملتزمه بمنهج الثانويه العامه، وكان بيحتاج مني ان اكون شخص عندي مثلا حصيله لغويه عشان احل الترجمه بشكل او بكفاءه عاليه، او ان عندي علم ودرايه بكل منهج النحو عشان اقدر احل كل الاسئله اللي هتجيلي في النحو، وهكذا من الأسئلة. فكان سلاح الحل مشكله زي دي هي العادات الصغيره، او نقدر نقول الاتوميك هابتس، وده باني كنت عامل لنفسي جدول في الثانويه العامه ابدا بيه يومي قبل ما ابدا منهج او جدول اليوم الاساسي. الجدول ده ما كانش فيه يوم بخل بيه. حتى انا دلوقتي قلبت في الشات بيني وبين زملائي اللي كانوا قبليه في الثانويه العامه، تدورت لكم على الجدول في الشات بيني وبين الناس اللي كانت في السنه القبليه وهظهره لكم دلوقتي على الشاشه. كنت بحط في الجدول ده الحاجات اللي زي النحو او الترجمه او الكلمات باللغه الانجليزيه. كنت دايما حريص في الجدول ده اني اعالج اي قصور عندي وانمي اي مهارات محتاجه زياده او تنميه. في نفس الوقت كنت اي منهج يتراكم عليا او يستعصى عليا فهمي وما اقدرش ان انا انهيه في وقت خاص بيه او بستثقله مثلا، او ان انا حاسس معاه بالثقل والصعوبه، فكنت بفتته لحاجات بسيطه يوميا. مثلا لو اتراكم عليا برانش معين في اي ماده كنت بقسمه مثلا كل يوم نص صفحه في الجدول ده قبل ما ابدا يومي، بحيث ان انا على بال ما يجي ميعاد مذاكره الماده دي اكون خلصت وقطعت جزء كبير وشوط كبير في الماده دي. فالموضوع اثر فيا بشكل كبير جدا. بنصح جدا 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 اي حد انه يستلهم من الجدول ده ويتبعه ويحط الحاجات اللي هو مستصعبها فيه علشان يقدر خلال الشهرين دول ان هو يقتل اي عجز او اي نقص عنده، وينمي كمان المهارات اللي محتاجه تنميه عنده قبل ما يدخل امتحانات الثانويه العامه. انا واثق هيفرق معاك جدا 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 ان شاء الله. وده مبدا بنصحك تتبعه بشكل عام، ان انت اي حاجه تستعصى عليك او تحسها كبيره وصعب ان انت تخلصها حاول تقسمها لاجزاء صغيره. فرق تسد، اول ما تفرق الحاجه دي الحاجات بسيطه هيسهل عليك ان انت تخلصها، ونفسك تتفتح ان انت تذاكرها وتقعد تخلصها، وان شاء الله مع الوقت تلاقي كل الهم اللي انت كنت حاطه ده قدامك او حاسس ان هو صعب وما تقدرش تخلصه بكل سهوله انتهى وخلصته. تاسع نصيحه مهمه هتفرق معاك، ما تعتمدش على قوه ارادتك فقط. لو انت مثلا صايم في رمضان فانت خلاص مؤمن وعارف انه ممنوع ان انا اكل او اشرب او اي حاجه، وعندك قوه الاراده اللي تخليك تصوم وتمتنع عن كل ده، لكن هل مقاومتك للصيام هتبقى بالقدر في
حاله ما يبقى قدامك حد بياكل ويشرب بنفس مقاومتك لو ما قدامكش اي حد ودايما مشغول في حاجه بتلهيك عن الصيام؟ بالطبع لا. وهكذا في المذاكره او في الثانويه العامه او اي هدف انت عايز تلتزم بيه، حاول اي ملهيات اي حاجه بتشغلك عن هدفك او بتشغلك عن مذاكرتك حاول تبعد عنك تماما. ما تقولش لا انا راجل عندي قوه اراده وعادي امسك الموبايل ويبقى جنبي انترنت ويبقى جنبي لابتوب ويبقى جنبي بلاي ستيشن وهقدر اذاكر وهقدر في وسط ده كله ان انا جبت تقدير كويس وحقق هدفي. هو انت ممكن، بس في نفس الوقت الطاقه اللي هتستهلكها في مقاومه الملهيات دي الاولى بيك ان انت تصرفها في حاجه اهم، تصرفها في التركيز على هدفك وازاي تحققه وتتقنه بشكل جيد جدا. بتذكر من المواقف الطريفه واللي طبعا ما انصحش اي حد يعمل زيها، لكن لما بفتكرها صراحه بحس بالفخر شويه لنفسي وبحس يعني قد كيف كنت حريص على الهدف بتاعي. كنت داخل الثانويه العامه وجايب اول سمارت فون في حياتي وموبايل بقى تاتش، حاجه كده اخر فخامه يعني. لكن المشكله الكبيره انه خلال مذاكرتي وخلال الثانويه العامه كنت دايما بنشغل بالموبايل ده، سواء بلعب عليه او بتصفح السوشيال ميديا او غيره، لحد ما الموضوع اخذ معايا يعني منحدر للاسفل بان انا دايما انشغل بيه واسيب مذاكرتي. وفي لحظه كده حسيت بالغضب ان انا اللي هو ايه ده، انا مضيع مستقبلي مني، مضيع هدفي مني، رحت مسكت الموبايل ورحت كسرت الشاشه بتاعته بحديد. فانا عارف ان التصرف غير صحيح، لكن في نفس الوقت انا كنت حريص فعلا ان انا احقق هدفي وما كنتش عايز اي حاجه تشغلني عنه. فحاول تتلاشى اي مشتتات قدامك وحاول تفصل نفسك عن اي ملهيات، سواء موبايل سواء انترنت سواء صحبه حتى او سواء اي حاجه مهما تكون، وحاول تسلط طاقتك وتركيزك بس عن ازاي تتقن مذاكرتك وازاي تحقق هدفك في النهايه. عاشر نصيحه بنصحك بيها خصوصا الفتره الحاليه، وهي انك تشتغل على شعورك النفسي جدا. بلاش القلق والتوتر والضغط النفسي اللي بتحط نفسك فيه. التوتر والقلق هيعميك عن حاجات كتير جدا، اولها قدراتك الفعليه وقد كيف ان عقلك ممكن يوصل معاك لاقصى مما تتخيل. ثانيهم قد كيف قوه الوقت اللي بين ايديك، اذا كان متبقي دلوقتي شهرين او حتى اسبوعين فهم كنز كبير ليك تقدر تعمل فيهم معجزات. وصدقني ده مش كلام تنميه بشريه او كلام تحفيز، ده حقيقي وواقع. والله والله بنخلص احيانا 200 صفحه 300 صفحه في اسبوع واحد بس، فطول ما انت عندك الوقت تقدر تعمل فيه معجزات، تحقق فيه اي حاجه انت محتاجها باذن الله. وعلشان تقدر تتغلب على القلق والتوتر خلي عندك المبدا ده راسخ في ذهنك، ابذل وسع واعمل كل ما في طاقتك واجتهادك، ولكن في نفس الوقت امشي بمبدا تيجي تيجي ما تجيش ما تجيش. وده حقيقي مبدا هياثر في نفسيتك بشكل كبير جدا جدا جدا. انت بتبذل لان مطلوب منك السعي، انت بتبذل وبتسعى لان ربنا امرك بالسعي، لكن مش مطلوب منك النتيجه تكون ازاي. ربنا سبحانه وتعالى هيشوف سعيك وهيكرمك ويجزيك خير عليه، مش شرط النتيجه اللي ببالك هي بس النتيجه الناجحه في النهايه. فانت اسعى وابذل كل ما في طاقتك وسيب ربنا يدبر لك الامر والنتيجه بمعرفته. مبدا التسليم لله وحسن الظن بيه والسعي والتوكل عليه هيحافظ على سلامتك وصحتك واتزانك النفسي، وهيدي لك الطاقه ان انت تسعى تبذل كل ما في وسعك تلبيه الامر ربنا سبحانه وتعالى علشان تبقى ارضيت ضميرك وما ادخرتش اي مجهود الا وبذلته في سبيل ان انت تحقق. وان ليس للانسان الا ما سعى. بالمناسبه انا مش بقول لك ده علشان انا بره الملعب دلوقتي، لا ده فعلا اللي كان واقع وحاصل وانا في الثانويه العامه. انا حليت الامتحان وكنت الحمد لله واثق ان انا هجيب 99%، لكن كنت بدي نفسي كل الاحتياطات النفسيه والاستعداد النفسي ان انا ممكن ما اجيبش حتى 95% بحجه ان التصحيح ممكن ما يجيش في صفي او اكون في اخطاء انا مش عارف بيها، وده طبعا علشان احافظ على سلامي النفسي وابقى مستعد لاي نتيجه مهما تكون. اخر حاجه عايز انصحك بيها وانصح بيها كل انسان بيسمعني دلوقتي واللي كمان بنسب ليها الفضل وبعتبرها جزء اساسي من نجاحي في الثانويه العامه، وهي انك اوعى تكون غشاش، وعاك تخلي الغش وسيله من وسائلك او تحطه حتى في قاموسك من الاساس. مهما كانت صعوبه الموقف او صعوبه الامتحانات وصعوبه موقفك جوه اللجنه، اوعاك تضطر للغش. المعلومه اللي هتغشها هتدي لك درجه زياده، والدرجه الزياده اللي تاخدها هتدي لك مجموع اعلى، والمجموع الاعلى هيدي لك وظيفه اعلى، والوظيفه الاعلى هتدي لك راتب اعلى، لكن في النهايه هتلاقي راتبك ده فيه حرام. فتحرى دايما الصدق والامانه في كل حياتك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتعهد امام الله انك تتقيه وتتحرى الحلال عشان يكرمك ويبهرك ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. طبعا كل النصايح دي بجانب نصايح ازاي تذاكر بشكل صحيح وازاي تذاكر وتتقن اي مجال او اي مهاره انت عايز تتعلمها، واللي هسيبه لك اسفل الفيديو او في حرف الاي اللي فوق. تأكد تماما لو انت التزمت بالنصايح دي هتحس بفرق كبير في حياتك وفي معدل سعيك وفي النتيجه النهائيه اللي هتبهرك باذن الله. اتمنى لكم التوفيق، ودايما اي حد محتاج اي حاجه اما يكتبها لي في الكومنتات او يتواصل معايا مباشره من دون اي احراج او اي تردد. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.